السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نخصصها للأخوات اللي طلبوا مني وصفة عندهم مشكل ديال ترهل البشرة ديال الوجه وأيضا العنق، وعندهم مشاكل ديال التجاعيد اللي كتكون حول العينين وأيضا في العنق وحول الفم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقة رائعة، طريقة من تجربتي الشخصية، يعني جربتها عاد بغيت نعطيكم يعني هذه الوصفة هذه، يمكن لكم تجربوها وتأكدوا من النتائج ديالها. وصفة ما غاديش تكلفكم الشيء الكثير. قبل ما نعطيكم هذه الوصفه هذه، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جربوكم لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. بالنسبه لهذه الوصفه اخواتي، فهي من تجربتي الشخصيه، يعني جربتها وجربوها العديد من الاخوات، ويمكن لكم تجربوها حتى نتوما وتشاركوا النتائج مع الاخوات باش يستافدوا منها جميع الاخوات اللي كيعانوا من مشكل ديال التجاعيد ومشكل ديال ترهل البشره، خاصه على مستوى العنق، وايضا التجاعيد اللي كتكون حول الفم وايضا اللي كتكون في الجنب ديال العينين. بالنسبة لهاد الوصفة هذه ما غاديش نحتاجو فيها الشيء الكثير. كيف ما كتشاهدوا اخواتي، عندي هنا زريعة الكتان، يعني زريعة الكتان الثمن ديالها بسيط، وهاد الوصفة هذه كتستعمليها مرة واحدة في الاسبوع وكتلاحظي الفرق من اول استعمال. انا كنتحدى اي اخت جرباتها يعني وما لاحظتش النتيجة، يعني جربتها من اول استعمال وعطاتني واحد النعومة للبشرة، يعني حسيت بواحد الفرق كبير فاش جربت هاد الوصفة هذه من اول استعمال. ولكن خصنا نستعملوها بطريقه الصحيحه ديالها باش نستافدوا من يعني هاد الفوائد كامله اللي كاينه في زريعه الكتان. بذور الكتان يمكن لكم تعملوا عليها واحد البحث بسيط باش تعرفوا الفوائد ديالها بالنسبه للتجاعيد وبالنسبه للبشره بصفه عامه وبالنسبه حتى للشعر. باذن الله غادي نطرح لكم وصفه خاصه بهلام زريعه الكتان بالنسبه اللي عندها الشعر ديالها جاف ومتجاعيد. غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه باش تستعملوا هاد الزريعه هذه وتستافدوا منها بلا ما نطول عليكم اخواتي. بالنسبه لزريعه الكتان، الا بغيتي تستعمليها لشد البشره وبغيتي تهلاي في البشره ديالك وعندك تجاعيد وبغيتي تتخلصي منهم، الطريقه سهله وبسيطه، ما غاديش تحتاجي الشيء الكثير. غادي تاخدي زريعه الكتان من عند العشاب، هاد هما بذور الكتان متواجدين في اي مكان. ناخذ زريعه الكتان ديالي بالكميه اللي قديت عليها، وهاد الوصفه هذه تستعمليها مره واحده في الاسبوع وغادي تلاحظي النتيجه من اول استعمال، وكنكررها. يا ريت اخواتي تستعملوها باش تستافدوا منها، فهي رائعه 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 بزاف للبشره وايضا حتى للشعر. بالنسبه الطريقة اللي بغات تشد البشرة عندها مشكل ديال الترهلات وعندها مشكل ديال دوب خطوط اللي كتكون ديال التجاعيد رقيقة حول العينين والفم، طريقة بسيطة. غادي تاخدي جوج معالق كبار من زريعة الكتان، يعني بذور الكتان ناخد منهم جوج معالق كبار، وناخد واحد الكمية ديال ربع كأس من الماء أنا الساخن يعني المغلى. أنا غنوريكم غير الطريقة وغادي نعطيكم الطريقة كيفاش صبحات. ناخذ مثلا غير ربع كاس بحال هذا الشكل ديال الماء المغلى، ونضيف فيه هذوك جوج المعالق كبار ديال زريعه الكتان. بعد التنظيف ديالها نحيد منها الشوائب ونضيف هاد زريعه الكتان في الماء المغلى، نكرر في الماء المغلى في نصف كاس كيف ما كتشاهدوا. وهاد الكاس هذا غادي نغطيه، يعني نخليه ليله كامله، وفي الصباح غادي يولي عندي هاد الزريعه غتولي عندي بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشاهدوا حنا غادي نستغلوا هاد الهلام هذا كيف ما كتشاهدوا، يا ريت تكون الصوره واضحه. واللي بغات تستافد من يعني من هاد الزريعه كامله، يمكن ليها هاد الزريعه هذه طحنها بهاد يعني بهاد الماء ديالها بهكا، واللي ما بغاتش يمكن ليها تصفيها فقط وتحتفظ بهاد الماء هذا اللزج ديال زريعه الكتان، وتستعملوه على البشره ديالها فاش غادي تحضروا هذا يحضر لك هذا في الصباح ان شاء الله. الا ما بغيتيش تطحني هاد المكونات في الخلاط، يمكن لك تصفي وتحتفظي فقط بهاد الهلام وتستعمليه. قبل ما نستعملوا الطريقه سهله، غادي تاخدي يعني تنظفي الوجه ديالك مزيان، ومن بعد غادي ندير الطبقه الاولى على العنق ديالي، ندهن العنق ديالي بهذا الهلام هذا ديال زريعه الكتان، العنق والوجه مزيان، ونخلي
هذاك الهلام على الوجه ديالي حتى تيولي ناشف، وندير الطبقه الثانيه ونخلي حتى تنشف عاوتاني، وندير الطبقه الثالثه ما نغسلش الوجه ديالي يعني نخلي غير حتى تيشربوا البشره ديالي مزيان تجف، وندير الطبقه الثالثه وندير الطبقه الرابعه، يعني ربعه المرات غادي تولي عندك ربعه الطبقات ديال هلام هلام بذور كتان على البشره ديالك وعلى العنق ديالك. من بعد فاش غادي دوز هذيك الفتره ديال يعني فاش غادي يجف، غادي ديري الطبقه الرابعه تخليها حتى تتجف مزيان حتى هي، عاد يمكن ليا نغسل الوجه ديالي. نكرر طريقه الاستعمال، فاش غتحضري الهلام ديال بذور زريعه الكتان غادي اما طحنيها وتستافدي من المكونات كامله يعني بذور الكتان والهلام ديالها، الا ما بغيتيش تطحني غادي فقط تصفي، تقومي واخد مصفات باش تصفي هذا الهلام. هذا هو اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه. نغسل الوجه ديالي ونستعمل الطبقه الاولى، ندهن العنق وندهن الوجه ديالي مزيان بهذا الهلام هذا، ونخليه حتى تيجف، ونزيد الطبقه الثانيه ونخليها حتى تتجف، ونزيد الطبقه الثالثه ونخليها حتى تتجف، ونزيد الطبقه الرابعه ونخليها حتى تتجف، عاد يمكن ليا نغسل الوجه ديالي. غادي تلاحظي الفرق من اول استعمال، كنأكد لك اخواتي كنتمنى منكم انكم تجربوا هذا الهلام لانه رائع رائع، كيرجعك واحد البشره ديالك كتولي مشدوده وكتخلصي من دوك التجاعيد اللي كتكون مقلقاك يعني في الجبهه، وكتكون عندنا في الجنب ديال الفم ديالنا او الجنب ديال العين ديالنا، اولا كتكون عندنا في العنق ديالنا. كوني اكيده اختي الى جربتي هذه الوصفه هذه، كنتمنى من الاخوات يعني تعطونا النتائج باش جميع الاخوات يستافدوا من هذه الوصفه ديال الهلام بذور الكتان الرائعه. وانتظروا مني وصفه ايضا بهذا الهلام هذا على الشعر، الاخوات اللي كيعانوا من الشعر الجاف ومتجعد غادي نعطيكم طريقه الاستعمال ديالو وتستغلوه، فهو رائع طبيعي ما غاديش تحتاجوا فيه الشيء الكثير. وكنتحدى اي وحده جربته وما عجبتهاش يعني ضروري انها غادي تعجبها، غادي ترطب ليها البشره ديالها وغادي تشد ليها البشره ديال العنق وديال الوجه. وهاد الوصفه هذه كتستعمل مره واحده في الاسبوع، نستعملوها حتى تحصلوا على النتائج ديالنا، ما خسرنا والو. زريعه الكتان فهي الثمن ديالها بسيط والتحضير ديال الوصفه سهله، نقعوا جوج مع كبار ديال زريعه الكتان في ماء مغلى نصف كاس كيف ما كتشاهدوا ليله كامله، في الصباح غادي نحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل هذا، ونستعملوا على الوجه ديالنا اربعه الطبقات ونغسلوا الوجه ديالنا وغادي نلاحظوا النتائج. كنتمنى منكم تسمحوا لي اخواتي الا طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن كنتمنى انكم تجربوه فعلا وتردوا عليا في التعاليق لان هذه الوصفه رائعه للاخوات اللي طلبوا مني على بالنسبه للتجاعيد وبالنسبه لشد بشره الوجه والعنق. وكنتمنى منكم ما تنساونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.